الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي من سعيدة أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحصيل البلديات للجباية المحلية، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في حراك التنمية. بدوي أثنى بالمناسبة على خصال المرحوم المجاهد أحمد مدغري ابن مدينة سعيدة الذي ترك بصمة في التاريخ الثوري للجزائر والإدارة الجزائرية ككل. وفي ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية، عين ودشن عددا من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، معلنا أن مشروع قانون الجماعات المحلية جاهز بنسبة 90%. التغطية لهدى وبح، والتقرير لنعيم نويوات. وضع استراتيجية محلية تنطلق من البلدية يتوقف نجاحها على مدى كفاءة وجدارة المسؤول بالدرجة الأولى، هو ما أكد عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في لقائه مع المجتمع المدني بولاية سعيدة. أي منهجية وأي استراتيجية إذا لم تنطلق من الخلية الأساسية اللي هي البلدية لا نجاح لها، والمستوى المركزي والمستوى الحكومي هو مرافقة هذه الحركية وهذه القدرات في تجسيدها. إذن أؤكد مرة أخرى وأقول بأن النجاح ينطلق من مستوى البلدي، وأقولها مرة ثانية، والبطاقة الخضراء أو البيضاء لسلطات هذه الولاية وعلى رأسها سيد والي هذه الولاية، لأنه هو المسؤول بالدرجة الأولى، هو اللي يتحاسب بالدرجة الأولى. اللي ما كانش نتكلم على المسؤول في كل مستويات، اللي ما كانش في مستوى هذه الديناميكية وهذه الحركية المنتظرة وهذه التحديات المنتظرة، ما عندوش مكان معانا وما عندوش مكان في هذه المنطقة. بدوي دعا إلى الاستفادة من أفكار واقتراحات الشباب من المجتمع المدني في تحريك الديناميكية والاستثمارات التنموية. هذه الإرادة التي لاحظناها وهذه الإرادة التي رافقناها على مستوى هذه الولاية، المطلوب منكم كمجتمع مدني أن ترافقونها وبقوة، لأنني أؤمن كذلك لا تحدي يرفع ولا برنامج يكون ناجح إلا بمرافقة تشاركية من طرف المجتمع المدني. الوزير وبالمناسبة عاين ودشن مشاريع بقطاعات مختلفة، أهمها مشروع 1200 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بمقر الولاية، مؤكدا أن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية يتجسد يوميا على المستوى الوطني والدليل الميدان.